ليبيا أيضا دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن اختياره رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثا للسلام في البلاد. وقال غوتيريس أن قرار ترشيح فياض يستند فقط إلى مؤهلاته الشخصية وكفاءته، مشددا على أن موظفي الأمم المتحدة يؤدون مهامهم بصفة شخصية ولا يمثلون أي دولة أو حكومة، وذلك ردا على تصريحات أمريكية بأن ترشيح فياض لهذا المنصب يشكل انحيازا للسلطة الفلسطينية. من طرابلس ينضم إلينا الكاتب الصحفي الليبي حسن أنذار. أستاذ حسن، كل يدعي وصلا بقتال الإرهاب في ليبيا ولا يبدو أن هذا يشكل قاسما مشتركا بين أطراف النزاع هناك، ما الذي يمكن أن يغيره وجود سلام فياض أو غيره مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في البلاد؟ حقيقة يعني نحن نعلم أن موظفي الأمم المتحدة الذين يكلفون بمهام مختلفة في أشد مناطق النزاع في العالم، يعني أعتقد أن تكليف سلام فياض أو غيره لا يعد كونه موظف علاقات عامة يجب عليه أن يخضع إلى يعني ما تريده الدول الفاعلة في العالم كما نعلم تماما. نحن نعلم أن الخمسة الكبار في مجلس الأمن وبعض يعني المتدخلين في الشأن الليبي خصوصا يعني هم أصحاب الكلمة العليا فيما يحدث. رأينا ثلاث يعني موظفين تم تكليفهم من قبل المتحدة في ليبيا ولكن لم يستطيعوا أن يغيروا في الأمر شيئا. رأينا يعني ما فعله السيد مارتن كوبلر الآن وسلفه الإسباني برناندينيو ليون. نعم أستاذ حسن، كلاهما ما استعرضتهما لم يسلما حتى بداءة من طارق متري وصولا إلى برناندينيو أو مارتن كوبلر، كلهم لم يسلموا من اتهامات الطرفين أو الأطراف المختلفة في ليبيا. أين تكمن المشكلة والكل يراهن على حوار ليبي ليبي ينهي الأزمة الدائرة في البلاد؟ كيف يمكن الوصول إلى هذه المرحلة سواء كان ذلك بمشاركة الأمم المتحدة أو بغيرها؟ نعم نعم، من المشكلة ليبيا يعني ينحصر في بعض يعني المصالح الدولية سواء في المحيط الإقليمي لليبيا أو في الدول الفاعلة، أقصد هنا يعني التحالف الأنجلو أمريكي من ناحية والاتحاد الأوروبي الذي أوكل إلى إيطاليا بأن تقوم بدور ريادة في ليبيا، جميعا لم يعني يجتمعوا على كلمة سواء لكي يخلصوا الشعب الليبي مما يعانيه من ويلات يعني الحروب وتردي الاوضاع الاقتصاديه وكذلك تردي يعني المستوى الخدمي الى يعني بشكل غير مسبوق في ليبيا ناهيك على ذلك الوضع الامني يعني المنفرد. استاذ حسن، ما هي القاعده التي يمكن ان تشكل ارضيه صلبه للطرفين في ليبيا او للاطراف في ليبيا كي يمكنهم الوقوف عليها وتصبح قاعده لحوار ليبي ليبي بعيدا عن الاطراف المعنيه من الامم المتحده او اللاعبين الدوليين ذوي الصله؟ حقيقه لا يمكن لاي حوار ان ينجح في ليبيا او انتقال سلف للوضع السياسي بدون نزع كل ذلك السلاح الذي يعني متواجد على الارض الليبيه خارج اطار القانون. نحن نعلم ان الدوله الليبيه ضعيفه بشكل كبير جدا ولا تستطيع ان تسيطر على الاقليم الليبي بالكامل. نحن نعلم ان بعض دول الجوار لا تتصرف مع ليبيا بشكل ايجابي وانما تخدم بعض المصالح الخاصه بها. هنا اذا اراد المجتمع الدولي الذي قام بتغيير النظام في ليبيا ان ينزع كل ذلك السلاح المنتشر على الارض ومن ثم يمكن ايجاد ارضيه لحوار ليبي ليبي ويمكن الى الطرف المدني الاجتماعي الاهلي ان يقوم بدور ايجابي لحلحلة الازمه الليبيه. استاذ حسن في كل اشكالها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. استاذ حسن، اخيرا، مؤتمر الصخيرات البعض يقول انه مات بالفعل ولم يعد له اي وجود، لكن على الاقل المجتمع الدولي او اغلب المعنيين بالازمه الليبيه يعولون عليه ويعتبرونه قاعده اساسيه للحوار عليها. هل سيصبح المبعوث الجديد للامم المتحده في ليبيا مطالب بان ينتج مؤتمرا جديد او صخيرات اخرى حتى يمكن التعامل على اساسها ولا لا؟ حقيقه انا اريد ان نروح هنا، عندما اعلن الامين العام للمتحده بتعيين او اقتراح تعيين سلام فياض في تلك الاثناء كان السيد مارتن كوبلر يقوم بتقديم احاطته الى مجلس الامن. هنا نعلم جميعا ان اتفاق الصخيرات يعني اصبح قاب قوسين او ادنى من الانتهاء. اعتقد كوبلر نفسه اشار الى انه يجب تعديل بعض بنود هذا الاتفاق. اعتقد اتفاق الصخيرات لم يكن على ارضيه صلبه، اتفاق الصخيرات لم يشارك فيه كل الاطراف الفاعله على الارض،
ومع كل ذلك للأسف الشديد أن أولئك الذين يمتلكون السلاح يستطيعون تغيير الموقف في ليبيا متى شاءوا وأينما شاءوا. ذلك السلاح الذي تستحوذ عليه بعض الجماعات الإرهابية المتطرفة أو بعض القبائل والجهويات في ليبيا، ناهيك على أن حتى الجماعات التي تدعي أنها تمارس السياسة ترتكن وتتحالف مع المسلحين، وهنا التحالف ما بين السلاح والسلطة والمال هو من يربك المشهد بشكل كبير في ليبيا. إرادة دولية حقيقية تجاه المجتمع الليبي يمكن لها إذا توصلت لهذه النقطة أن تغير الواقع الليبي بالتحالف يعني مع شقيق مصر والشقيق الجزائر وكذلك الأطراف الأخرى المجاورة لليبيا التي هي صاحبة المصلحة الحقيقية في استقرار الوضع في ليبيا بشكل أو بآخر. ويبدو هذا ما يتم إنضاجه في المدى المنظور مستقبلا. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الليبي من طرابلس حسن أنذار، شكرا جزيلا على انضمامك لنا.